بس ب 1500. منتجات وتشكيلة متنوعة من المواد الأساسية كالغذائيات والمنظفات بأسعار مخفضة تقل عن السوق بما يتراوح بين 10 إلى 30%، ضمها سوق رمضان الخير الذي فتح أبوابه مؤخرا في مدينة المعارض بحي الوعر، والذي تقيمه مديرية الأوقاف وغرفة التجارة بالتعاون مع مجلس مدينة حيس. الحقيقة صرنا شي 10 أيام قبل المعرض بتجهيزات مستمرة ليلا نهارا لحتى شفتي اللي نحن عم تشوفيه هلا، والإقبال الحمد لله، نشكر الله نسانا كل التعب. 70 شركة وأكثر مشاركين، كل يوم عروض جديدة وكل يوم عرض أحلى من العرض اللي قبله. نحن نازلين عروض كتير فخمة، في عنا عروض كتير جيدة، حتى مقدمين قطعة، مقدمين كاسات، مقدمين هدايا. العرض الخاص هو للأحذية الطبية العلاجية للأطفال، خصم 40% اليوم بمناسبة شهر رمضان، بالإضافة إلى كافة التجهيزات الطبية، عاملين خصم 20% تجاوزا بشهر رمضان الخير. المشاركون في المعرض وجدوا أن السوق هو فرصة لتسويق منتجاتهم بعروض مناسبة للمواطنين، كما أن الزوار أشاروا إلى أهميته نظرا لانخفاض الأسعار وتنوع المنتجات فيه. أعمال يدوية بشكل دائم، هن في لهم منتجات، فإحنا حبينا نشارك ونعرض لهم منتجاتهم. هذا الشيء للبيع بأسعار رمزية، أسعار حلوة، بيساعدهم على تحقيق مبلغ مادي، بيساعدهم على توفير أبسط حقوقهم بالحياة يعني. اشتراكنا هون مجاناً مشان المواطن، ونحن عاهدنا على نفسنا إنه ما بنربح بأي قطعة من التاجر للمستهلك، هذا هو شعارنا. الحمد لله لحد الآن إقبال جيد جدا والعالم عم تشتري، عروضات جيدة جدا. اشترينا رز وسكر بأسعار مغرية ب 1500 الكيس. بتحسي أن أصم السوق أقل شيء ب 20 أو 25%، والأحسن من هيك هي المؤسسة كتير عندها أسعار كتير منافسة حقيقية. بتمنى أنه تضل هاي الأسواق موجودة ويصير تنافس اكثر واكثر وترخص اسعار اكثر واكثر. احنا اليوم جينا انا واهلي على سوق رمضان الخير، وانبسطنا كثير، شفنا الاسعار حلوه، اشترينا كثير شغلات حلوه. مبادره حلوه، لقينا انه الاسعار منخفضه في نسبه بين 10 ل 30%. الوضع بشكل عام كويس وفي تنوع بالمواد بشكل عام. السوق الذي شهد إقبالا لافتا من المواطنين يستمر طيلة أيام شهر رمضان المبارك وسط مطالبات بإقامته على مدار العام. من أجواء سوق رمضان الخير في مدينة المعارض بحي الوعر في حمص، شيرين العلي، الإخبار السورية.